سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا شرعا أن لا ندخل الجنة إلا من طريقه. في باب التواضع أذكر ثلاث نماذج قصيرة. كان في بيته صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر خطب المسلمين وأتى إلى عائشة في غرفته التي تطل على المسجد. اللهم صل. وبينما هو في المسجد مسجد شماسي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالدبكة والعرضة والرقص داخل المسجد. داخل المسجد. نعم، وإذا هم صفين محمد عبد صلى، وإذا الحراب شغالة فوق وطق طق. يعرضون. فتح النافذة صلى الله عليه وسلم وإذا الحبشة صفين. أتى وأقبلوا وأخذوا يدورون في المسجد، والرسول وأقبلت عائشة قالت فوضعت رأسي على خد الرسول صلى الله عليه وسلم ألتفت وأناظر فيهم من على كتفي. سمع يعني عمر الجلبة وسمع العرضة وسمع الصوت وسمع النشيد فأقبل، وهو فاروق رضي الله عنه في المسجد، فأخذ حصبة ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في قال دعهم يا عمر مه 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 لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. أوقف عمر يريد يوقفه في البخاري هذا، فأوقف عمر. نعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم تألف قلوبهم، ولأن لكل قوم عيد، ولأنه يرسل رسالة من التواضع. هم جايين من الحبشة زوار، هم في المدينة وبعضهم من تألف قلبه صلى الله عليه وسلم عليه السلام. مشهد من التواضع، انتظر المسلمون رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وقام بلال الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت زينب ابنته ومعها بنت صغيرة طفلة اسمها أمامة. زينب ذهبت لبعض قراباتها وتركت الطفلة تلعب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هناك خادمات، لا مربيات، لا ألعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الطفلة ثلاث سنوات، وين يتركها؟ وإن تخلف عن الصلاة فهو إمام المسلمين. فخرج وحملها على كتفه الشريف في الفريضة في الصحيحين، فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفع، والناس ينظرون الرحمة وينظرون الرأفة وينظرون الحلم وينظرون التواضع من هذا الإمام العظيم. أتى اليهود دخلوا عليه في بيتي في الصحيح علشان بيدعوهم صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة وراء الستار، قالوا قاتلهم السام عليكم، قالوا عليكم، سكت صلى الله عليه وسلم. ثم قدم لهم الطعام، قالت عائشة عليهم السام وعليكم السام واللعنة. قال ما صبرت يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش، وإن الله رفيق يعطي على الرفق. ثم أخذ يدعوهم لأنه داعية، يقول له رب وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليه. أتصور بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يا أخي يحمل الحطب، يحلب الشاه، يعتقل الشاه يحلبها صلى الله عليه وسلم، يكنس البيت. كان صلى الله عليه وسلم حتى تدور النوبة من اللبن لا يأخذ إلا حصته، وكان يباشر حتى على الصحابة. وفي حديث جابر يوم العناق ترى هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلط الناس، ما أكل إلا في الأخير. اللهم صل. وفي الخندق عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين إلى درجة، والله يا شيخ إني أرى ناس من أبسط الناس، يعني ما إنهم يأنفون عن أعمال وخدمات قد فعلها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم مما ترفعه. ولذلك الشرف، من أراد الشرف عليه بالتواضع، وليس في العالم خلق أشرف ولا يحسد عليه إلا التواضع. ومن أراد أن يقترب من الله فعليه أن يتواضع ثم من خلقه. الله أكبر شيخ.